هذه الشيلة مهداة إلى أبرار بنت معيضة الشهري. غني يا قافي غني يا قافي مال الحالة الجديدة في تخرج بنت علينا المقامي وباركيها وهني بيوت القصيدة وانضمي لعيونها غني يا قافي بال الحانة الجديدة في تخرج بنت علينا المقام وباركيها وهني بيوت القصيدة باركيها وهني بيوت القصيدة وانضمي لعيونها أحلى الكلام ألف مبروك يا أبرار يا الفريد والبسي ثم التخرج والوسام وافرحي واليوم قلبك يوم عيدة وارفعي راسك فخر فوق الغمام يا مامير فرحتك فرحة سعيدة يا مامير فرحتك فرحة سعيدة جبتي البكالوريوس ونلت المرامي بالتعب والجهد سنين عديدة جبتي الشهادة وحققت سامة والشهادة بختم الجامعة فريد زاهين فيها مع أحلى الأسامة نفتخر فيك وبالأفعال المجيدة يا الأميرة المترفة بنت الحشام يا سمو والزين يا النجمة شهميني حل العقيدة هذا معيضة اللي يرقل السنان أمك الدرة الصفية بك سعيدة الأصيلة بنت الأجواد الكرام وذي عايشة أمك فرحتها أكيدة بنت هتلديك حب واحترام يا مامير يا غلا قلبي وريدة باسم أبوك جاتك حروفي وكلام وهديك القصيدة من مشاعر قلبي يا أغلى الأنام إيها نمعيض وهديك القصيدة من مشاعر قلبي يا أغلى الأنام غني يا قافي بال الحانة الجديدة في تخرج بنت علينا المقام وباركيها وهني بيوت القصيدة وانضمي لعيونها أحلى الكلام ألف مبروك فرحتك فرحة سعيدة يا مامير فرحتك فرحة سعيدة جبتي البكالوريوس ونلت المرامي بالتعب والجهد سنين عديدة جبتي الشهادة وحققت سامي والشهادة بختم الجامعة فريد زاهين فيها مع أحلى الأسامة نفتخر فيك وبالأفعال المجيدة يا الأميرة المترفة بنت الحشام يا هذا معيضة اللي يرقل السنان أمك الدرة الصفية بك سعيدة الأصيلة بنت الأجواد الكرام وذي عايشة أمك فرحتها أكيدة بنت هتلديك حب واحترام يا مامير يا غلا قلبي وريدة باسم أبوك جاتك حروفي وكلام إيها تم التسجيل والمكساج في استوديوهات روني.